ومن سوهاج نتحول إلى الوادي الجديد، حيث تواصل صوامع الوادي الجديد استلام الأقماح من المزارعين والموردين والتي يتم توريدها للصوامع. وقال وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد المهندس محمد رجب إن التوجيهات مستمرة من السيد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتقديم كل التسهيلات في إجراءات استلام الأقماح من المزارعين والموردين للأقماح من قرى ومراكز ومدن الوادي الجديد مع صرف المبالغ المستحقة للمزارعين فورا. من الوادي الجديد تفاصيل أوفى مع زميلين محمد حسين وخالد عز الدين. تواصل صوامع الوادي الجديد استلام الأقماح من المزارعين والموردين بمراكز وقرى ومدن الوادي الجديد والتي يتم توريدها لصوامع الخرجة وشرق العوينات. وقال وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد المهندس محمد رجب إن التوجيهات مستمرة من اللواء دكتور محمد سلمان الزمرلوط محافظ الوادي الجديد بتقديم كل أشكال الدعم في استلام الأقماح من المزارعين والموردين من القرى والمراكز والمدن، ويتم صرف المبالغ المستحقة للمزارعين فور أعمال التسليم. من الوادي الجديد إلى حضراتكم هذا التقرير. احنا من العمال بتاعت التعتيق من اسيوط، بنعتق هنا للغله وشغالين هنا لتنزيل قرارات وبالنظافه ونظافه الصومعة والموقع وكل حاجه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في محافظه الوادي الجديد يعني ربنا اكرمنا، تعتبر سله الاقماح في الجمهوريه والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، نسبه توريد السنه دي ما شاء الله مقبوله، وعرضك متواجدين هنا كلجنة بنستلم الأقماح وبنديها درجة النظافة تقريط عندي 22.5 و23 و23.5 والحمد لله رب العالمين، ذلك فضل الله. نسبة التقريط عندي 23.5 يمكن أكبر نسبة عندي الحمد لله في الصومعة، وده بفضل السادة الموجودين معانا الحمد لله في اللجنة، وإحنا متواجدين هنا لخدمة الفلاح وبيسر له كل امور، ولو اي حاجه بنحاول احنا نيسرها له والحمد لله رب العالمين. احنا هنا بنستقبل الاقماح المحليه الوارده موسم 2024. طبعا احنا بنحاول ان احنا نسهل لجميع الموردين سواء كانت شركات او جمعيات او مزارعين او تجار استقبال الاقماح، وبالتعاون مع اللجنه المشكله من قبل وزاره التموين، وبنسهل على الموردين ان هو يعني توصل له المستحقات الماليه بتاعه الاقماح في خلال 24 ساعه. احنا من هنا بناخد عينه، عضو مسؤول عضو لجنه سلامه الغذاء بياخد عينه ممثله من الكميه اللي داخله، بيحدد فيها درجه النظافه وبنشوف نسبه الرفض من المسموح لينا في الاستلام. اقماح محليه موسم 2024، اقماح الموسم المحلي الحالي، رفض القمح الموسم السابق، المخلوط بالزلط والرمل، اقماح المستورده المخلوطه بالقمح المحلي، نسبه لو اقماح مصابه بحشرات غير كده بيتم رفض الكميه واستلام القماح السليمه، واحنا بندعم الفلاحين ونساعدهم ان الكميه يوردوا، واحنا في استقبال اي كميه اقماح واللجنه متواجده من 8 صباحا ل 7:30 مساء.